حق الطفولة، صحة علم وحب وحنان. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. إذن اليوم موضوعنا هو التفوق والموهبة، les enfants surdoués. إذن كي نتكلموا على التفوق والموهبة يجب أن نفرق بين هذين المصطلحين. بعلم النفس هو عندما يتفوق الطفل من عمر معين عن أقرانه بدرجات مرتفعة. يظن الناس أن كل واحد موهوب، طفل موهوب هو متفوق في المدرسة. كاين بعض الزنديس، نعم كاينين. دوك انا في السبور نعرفكم، انا درست نعم في الرياضه. كاين لا ديتيكسيون دي جون تالون. حصتكم ولادنا تحت جناحنا الموجهه للاولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم هو التفوق والموهبه عند الطفل، لي زونفون سوردوي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه الخاصه بالتفوق والموهبه. لازم مرافقة لأولادكم ولازم دائما تشجعوهم. بإمكانكم التواصل معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. السلام.